وصفتنا النهارده كبسه الفراخ، هي من احلى الاكلات السعودي، مشرفه جدا في العزومات، تفتح النفس. هنعملها النهارده مع بعض وهنشوف ازاي تطلع الرز، يطلع معانا مفلفل وحلو، وهنعملها بطريقه سهله وبسيطه خالص على قد الايد. يلا نشوف المقادير والطريقه. معانا فرخه مغسوله ومتقطعه، معانا كوبايتين رز بسمتي مغسول ومنقوع ساعتين متصفي ميته، حبيتين طماطم متقطعين صغير، معلقتين صلصة، بصلة كبيرة مفرومة. التوابل بقى معانا 2 ليمونة مجفف، ومعانا قرفة خشب، حبهان، ورق رولة، معانا قرنفل، جنزبيل فريش، ثوم مفروم، كركم وكاري وكوبيبة صيني وبهارات مشكلة، وطبعا ما ننساش الملح والفلفل معانا في اي وصفة. ومعانا الزيت في حلة سخنة على النار، هنزل بالزيت 3 معالق كبار زيت، والبصلة وقلبها حلو. هنزل بالجنزبيل الفريش، بيدي ريحة حلوة في الأول. والثوم كده دبلو معانا. هحط الطماطم، معلقتين الصلصة، وقلبهم. نحط مع بعض قرنفل، وحدايتين قرنفل، فلفل اسود، ورشة ملح، بقى بقيت كل التوابل اللي معانا، الكركم، الكاري، والكوبيبة الصيني، بهارات مشكلة، وقلب. الريحة جميلة جدا، مش قادره اقول لكم عامله ازاي. وهحط الفرخه، احنا مقطعينها عشان تبقى في السوى احسن. لو انت حابه تحطيها تقسميها مثلا نصين، او تحطيها زي ما هي براحتك، بس كده بتاخد من التتبيله كلها وبتبقى طعمها حلو وتبقى حلوه في السوى. هنقلبها على الناحيتين كده عشان تشرب من نفس التتبيله كلها. واخر حاجه هنحطها عود القرفه، ورق لورا، وحدايتين ورق لورا، والاثنين ليمونه، والحبهان. وهديهم تقليبه كده مع بعض. هجيب مية سخنة وهغطي بيها الفرخة واقفل عليها واسيبها تستوي. هنشوف مع بعض الفراخ، المفروض ان هي خلاص كده استوت. هي تمام كده، هطلعها واحطها في صينية. تاخد الوش بتاعها يحمر في الفرن، وفي نفس الصوص اللي موجود معانا دون هنعمل فيه الرز البسمتي. الريحه بتاعتها عايزه اقول لكم جميله جدا.
كده الخطوة الأخيرة بتاعتنا اللي احنا هنعملها، هنحط الرز. دول كوبايتين المفروض قدامهم 3 كوبايات مية، فاحنا هنحطها طبعا في الصوص اللي عملناه بتاع الفرخة. لو حسيتي ان المية قليلة بتزوديها. كده الرز الصوص متغطي، المية بتاعته مغطية. اول ما هيغلي غلوة معانا هنقوم غطين عليه ويستوي. ودي كانت وصفتنا النهاردة، كبسة الفراخ. جربوها ومستنية كومنتاتكم تحت الفيديو. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.